اسمعوا يا أطفال، بنروح البقالة الحين واشتري لكم أشياء مفيدة. أنتم ما راح تشترون أشياء شوكولاتة وكذا مدري إيش. أنا راح أشتري لكم أشياء مفيدة ونرجع على طول. فاهمين؟ يلا مشينا. السلام عليكم عبد الودود. وعليكم السلام. اسمعوا، لا تشترون اشياء مو صحية. انا اشتري لكم، قولوا لي اذا قبل لا تشترون شيء مو صحي. لحوظ طيب. لا بشتري حلويات. يا عبود ايش قلت انا؟ حلويات لا يعني لا، خلاص. لحوظ طيب. شباب مو حلو، ما احبه، ابي حلويات. اقول انا ما هي. يلا يا عبود اشتري خلص. يلا. هذا الشوكولاتة. ايوه. واو باخذ هذا. خلي نشوف. حلو. يلا نشوف. لأن بشتري عصير. اوكي يلا خذي، في هنا عصير برتقال. ابغى هذا. عصير ربيع برتقال. يلا روح. انت ايش تبغى تشتري؟ هذا حصير. ها يا اخي ذا مو مفيد. يا اخي اشتري له سنيني مفيد. ايش تسوي؟ هذا ما تاخذ يا اخي، قلت لك مو صحي. قلت لك مو صحي يا اخي. يلا روح اشتري اشياء صحيه. اشتري. والله امشي البيت. لا ما جاي تلمي يا اخي. خلاص يا اخي خلاص انشف. ايش هذا؟ ما في شوكولاتة. لا انا ما في شوكولاتة حلو. اي عادي، حلويات مو حلوة، اهم شيء سنونكم بطنكم. لحود نيني. ها ايش رايك نروح البقالة ونشتري حلويات؟ يلا بدون لا نتدل. هي وين رايحين؟ ها؟ لا بروح المطبخ بس ناخذ مويه وبروح. ايه طيب يلا بسرعة. لا تسمعني لونو. يلا نيلي بروح هناك. هناك. طيب روح. ما هذا الطريق؟ لا أكيد هذا الطريق. طيب يلا مشين. عبودي ونيني وينكم؟ دخلوني. عبودي نيني نروح ذولي. روح نواف. باب مفتوح كده. انهم مطلعين. نواف وش فيه؟ عبودي نيني طالعين، ما ادري وينهم. وين طالعين؟ يلا نمشي خندوا. يلا نواف ها روح شوف البقالة يمكن يرجعوا لها. طيب يلا وانا بشوفهم هنا اذا جو ولا لا. فين فرع هذا الطفل بيبي صغير يجي انت؟ لا ما يجي ما يشوف. طيب
اسبوعنا كلنا منك يعني نجلس بس يمكن سلمان 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 ابو دليل هذا من بحضرتكم بيتكم بعيد ايش هنا؟ ليه شباب ليه قالت واحده من البقاله هناك في الطريق هناك وضيعتنا ما درت يا عبود ما درت يلا اركب اركب البيت بعيد اركب اركب يا ربي وين راح هذولا؟ الله يهديك عبودي ايه جايبه من نار رايحين الحالة وانت بينا ليه تروحون خلاص والله شكرا العفو العفو واجب هذا حقه واجب لقيناهم ايه لقيناهم لقيها جارنا والحمد لله الحمد لله يلا دخلنا يلا خلنا نوريهم نبي اكل 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 طيب طيب جايه جايه يلا 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 هذا الاكل كلوه كله مو تاكلون شوي بعدين تقولون شبعنا طيب طيب لانا العيال الصغار وينهم؟ عطتهم الاكل وخليتهم ياكلون ما فاضيات لهم ازعاج وقرمشه انت غبيه كيف تركتيهم؟ وش فيك تراهم ياكلون؟ ما شاء الله وش قاعدين تسوون؟ ما شاء الله قاعدين تاكلون ها؟ ما شاء الله تركين المكرونه ورايحين للمضر ها؟ تاكلون كاكاو بعد ها؟ ليه ما تاكلون المكرونه؟ المكرونه مو حلوه، المكرونه مو حلوه. طيب طيب انا اوريكم. ها؟ جبها نبي جبها نبي. شوكولاتات ما في كاكاو طيب مفهوم مفهوم يلا كولي ما نبي ما نبي وش اللي ما تبي ما نبي ما نبي ندومي وش تبي يا جد ها نواف تعال معي المطبخ ها تعال عندي شيء طيب ها طيب واو اعطانا انا عطنا هذا هذا اوه سكريمات يلا يلا مشينا مشينا ما خلوته ولا شيء بقي واحد هنوريهم حقي
اخذت حقي. تعال.